السلام عليكم. يا أستاذة أستاذة عليكم نادية، السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. النهاردة كلكن باكيات، يعني حاجة شيء يوجع عليكم القلب. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا ستة نادية، اتفضلي. أهلا بحضرتك، أعظم دكتورة في الدنيا. الله يكرمك يا ستة، الكل أكرمك الله. نسأل الله التوفيق ونسأل الله المغفرة. الله يخليك، أنا كنت دلوقتي عايزة أدخل مع حضرتك في انت معايا اهو، اتفضلي على الهوا، اتفضلي في مناقشة كده مع اتفضلي. معاكي على الراجل اللي شكى من مراته، ايوه شكى من مراته إن هي بتشتمه وبتقول ألفاظ وحشة وكده، تمام. وفي نفس الوقت المدام اللي اتكلمت وقعدت تشتم في الرجالة وتقول إن هم لو اداها وردة ولو عاملها كويس ولو تمام ولو 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 ولو. هو صحيح ما فيش، يعني مش كل الستات كويسين ومش كل الرجاله كويسين، فيه وفيه، أكيد. بس انا مريت بالتجربه بتاعت هذا الشخص او هذا الرجل اللي بيشتكي مع ابني، لان طليقته كانت صليطه اللسان، مع ان يعني اللهم اني صايمه، لان انا كنت بسمع شتيمه ابني بودني، انا كنت بسمع شتيمه ابني وحضرتك بودني، على علاقة تعرفي هذا لان هم كانوا ساكنين فوقينا. طب حضرتك عرفتيه ايه؟ عرفتيه من الصوت ولا ايه؟ تمام، فندم، اتفضل. الصوت مش واضح، اتفضلي يا ست نادية. فلدرجة ان هو كان بيعمل لها كل حاجة ترضيها، لدرجة ان هي كانت بتزعق له وبتتخانق معاه لما بيفوت عليا ويسلم عليا وهو طالع لها، فما كانش بيرضى يفوت عليا حضرتك عشان خاطر والدتك. ما يزعلهاش، وكان بيعمل لها يعني كل اللي نفسها فيه، كل الفسح بيفسحها وكل حاجة بيعملها لها، ومع ذلك كانت برضو بتطول لسانها عليه وبتقل أدبها عليه وبتفتري عليه وعلينا احنا كلنا، بالرغم ان احنا ما كانش لنا صلة بيها خالص ولا كنا بنطلع لها ولا كنا يعني هي تنزل اهلا وسهلا على العين والراس، البيت مفتوح، انما كانت بتفتري علينا بشكل غريب، يعني لدرجة ان هي كانت بتقول له، يعني انا سمعتها بودني بتقول له بس ربنا ياخدك عشان استريح، في يا واحدة لطيف تقول لجوزها كده. يا لطيف. وهو ساكت ليه؟ ما هو برضو ما فيش حاجة اسمها عشان يرضيها، ما انا لازم اكون عندي نوع من الحزم. هو اما ما هو انا بقول في له، ناس اما كنت بتكون بقول له يعني طب انت ساكت مسالمة. ليه ما بتردش عليها ليه، لا او حتى تأدبها، يقول بالظبط، لي لا انا ما فيش راجل يضرب ست او راجل على يعني فكرة التأديب وسائله مش ضرب فقط، حتى الضرب ده لما تكلم عنه الفقهاء له ضوابط وله حالات بعينها، انما مش مطلق كده. يعني هذه الوسائل التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للرجل من الوعظ والهجر والضرب، كل وسيلة من هذه الوسائل لها ضوابطها بما فيها وسيلة الضرب. ولا إيه يا ست أمنا الفاضلة، اتفضلي. حضرتك انقطع الاتصال. بصي يا أمي الفاضلة، دي والدة أخينا الفاضل، مش هنكرر الاسم، اللي قال قبل الفاصل إن له زوجة تسيء إليه وإنها بتشتم زوجها وانها بتسيء الى زوجها، سواء يعني انا اعتقدت انها والدته، لكن استاذ شريف بيقول هي مش والدته، لكن عندها نفس هذه الحاله، يعني عندها ابن له زوجه على هذه الحال. طبعا الانسان اذا رضي بالخطا من الاول دون تقويم، وتكرر الخطا دون تقويم، ثم تكرر الخطا دون تقويم، خلاص بقت الموضوع شيء مكتسب، انا هعمله وما عنديش بقى رادع، ما عنديش شيء يخفني ان انا يعني يبقى فيه زجر لمثل هذه التصرفات. والقران اعطى الرجل وسائل مهمه من الوعظ ومن الهجر. مسألة الضرب لها ضوابط ولها شروط، وليست كما يعني كثير من الرجال يفهم، أو كما ترى كثير من النساء إن ده ظلم واقع عليهن، أبدا، لكل ذلك ضوابط عديدة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق والسداد والإصلاح، أسأل الله أن يصلح البيوت، ولن تصلح هذه البيوت إلا بمنهج الرحمة الذي ساقه النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة